اعتقد انه احنا لا نخجل ولا نخاف ولا نهاب، وزي ما حضراتكم شفتوا جبنا عرضنا الفيديو المفبرك وعرضنا الفيديو الاصلي وحطينا الفيديوهين جنب بعض علشان حضراتكم تتفرجوا عليه. طيب هو انا بعتبره مش فبركه على فكره، هو اسمه فشل، هو يعني محمد الفنان محمد رمضان، وهو في بدايه الكلام المكتوب ومكتوب بصيغه بسيطه جدا علشان توصل للراي العام بيقول فاشل. هو اللي اتعمل ده اتعمل هو فشل، عباره عن فشل وخيابه، يعني ملوش اي معنى اخر، وكأنه ده انتصار بالنسبة لهم. لكن الحقيقة ان هم دي وسيلتهم الاهم والابرز، وهي السوشيال ميديا والتكنولوجي. هم يعني الحقيقة بيجيدوا هذا الامر ومكرسين له كل جهودهم، صور مفبركة، فيديوهات مفبركة، حرب شائعات ما انزل الله بها من سلطان، بكل الافتراءات اللي حتى ما تجيش على بال حد. هذه الحملة الكبيرة جدا والمخصص لها أموال كبيرة واللي بتتم بتكنولوجيا عالية جدا ومن خارج مصر كلها، لازم نكون على قدر من الوعي بيها ونكون فاهمين كمان إزاي نواجهها. خلوني أرحب بضيفي الكريم اللي مشرفني في الاستوديو علشان يكلمنا أكتر عن هذا الموضوع بتفاصيله بقى الفنية الدقيقة، أستاذ وليد حجاج خبير أمن المعلومات. مساء الخير وأهلا بيك. مساء النور، أهلا بيك يا فندم. حضرتك تابعت معانا الأغنيتين وشفت الأغنية، ويمكن حتى كنا بنتكلم وقت الأغنية، هم يعني هم هي دي اللي بيعملوه، هم ما وراهمش حاجة غير كده، هم لا أصحاب مبدأ ولا أصحاب قضية، لأنه صاحب المبدأ والقضية هيكون منشغل عن أنه قاعد على السوشيال ميديا عمال يجيب يلزق ويقطع في فيديوهات وفي صور. هم ما عندهمش شيء آخر يفعلوه سوى محاولة إفساد أي مشهد أمامهم. عايز أعرف منك الأول أستاذ وليد، إحنا إلى أي مدى ما يتم الآن على مواقع التواصل الاجتماعي هو بالفعل خطر على المجتمع؟ مبدئيا انا تعليق على اللي هم عملوه ده افلاس، يعني هم ما عندهمش حاجه تانية يعملوها اكتر من كده. لكن ما يتم على موقع التواصل الاجتماعي جزء كبير منه سببه الرئيسي قله خبره المواطن والمستخدم للتكنولوجيا، ان هو يغفل الادوات المتاحه اللي يقدر هو بيها يعرف اذا كان الموضوع ده حقيقي ولا مزيف. مع تطور الادوات اللي وصل لمرحله انها بتقدر تستحدث حاجات من العدم، فبقى الموضوع كمان فوق مستوى استيعاب الكثير من الاشخاص هو ده ممكن يحصل. فيجب ان احنا نشتغل على محور التوعيه كدور للمجتمع المدني، ده المفروض يعمله مدارس، جامعات، نوادي، هذا من هذا القبيل، دور لوزاره الشباب والرياضه، دور للتعليم، دور للجامعات، علشان يعرفوا الناس ايه الادوات الجديده وكيف يتم استخدامها او كيف يتم التعرف على الحقيقه من المزور. على سبيل المثال للحصر، في موقع اسمه تويت ستيت. تويت ستيت ده من احد المواقع، تويت ستيت دوت كوم، اللي تقدري حضرتك تفتحيه من على المتصفح وتحطي في المكان بتاع خانه البحث، مكان البحث ده، اسم الاكونت تويتر اللي حضرتك عايز تكشفي عليه. فيقدر يحلل التويتس اللي معموله والتغريدات اللي معموله على الاكونت ويقول لحضرتك ان دي كانت في فتره زمنيه معينه وبعدين سكت وبعدين عمل كذا، فيقدر يدي بعض النتائج تقدري منها تستنتجي ان اللي بيحصل على الاكونت ده مش اكونت حقيقي. ما ينفعش اكونت حقيقي يكون بيعمل تغريده او اتنين على طول وفجاه جه في يوم واحد عمل 1700 تغريده في 24 ساعه. مفيش بني ادم طبيعي. المعدل نفسه معدل غير منطقي، يعني غير منطقي. مع الحاجات اللي اكثر انتشارا على الحساب ده بيقولها لحضرتك، مع الهاشتاجات بيقولها لحضرتك. فتقدري من خلال الموقع ده، احد المواقع يعني، تقدري تعرفي على الاقل، ممكن لو ما تاكدتيش 100% بس عندك شك ان ده مش حقيقي. بس المواطن القاعدة الأكبر والأعم من الشعب المصري مش هيدخل على موقع ويجيب اللينك ده، ممكن بعض الناس من باب الفضول تحب تعمله، بعض الشباب وتنشره للتوعية للناس. صحيح، لكن خلينا نقول إنه واقعيا الناس مش هتعمل كده، مش هتدخل وتجيب اللينك. هم يقدروا إزاي يتبينوا الأكاونت الحقيقي من الفيك، أو الأكاونت اللي هدفه أو يعني صاحبه شخص طبيعي عادي، أو الأكاونت اللي هو بيبقى عبارة عن حاجات بتتعمل علشان يطلع منها مضمون معين عشان يعمل حرب الهاشتاج ويحقق الليمت اللي هم عايزين يوصلوا له؟ طبعا ده كان زمان بيبقى معتمدين أكتر على الحسابات المزيفة. اما في الوقت الحالي بقت في جزء كبير، يعني ما يقرب من 30 او 40% من الحسابات اللي بيستخدموها حقيقيه وليها اصحاب حقيقيين وليست مزيفه، ولكن تم سرقتها من اصحابها. عشان كده انا بقول يا جماعه نامن حساباتنا، لان هو اللي بيحصل، حضرتك لو عندك حساب وحد سرقه منك
وما قدرتيش تقفلي الحساب اللي اتسرق منك ده، فهو هيستخدمه مكان حضرتك وابتدي يستخدمه في اعاده نشر اخبار وصور مفبركه وتعليقات على صفحات. لو صفحه عليها متابعين بالالافات واتسرقت الصفحه وما حضرتك ما عرفتيش ترجعيها، فهو هيستخدمها، وفي الحاله دي ما حدش هيقدر يقفل الصفحه الا بعد عناء كبير جدا. فهما بيستغلوا الاشخاص اللي ما عندهمش الخبره الكافيه ويسرقوا منهم الحسابات ويسرقوا منهم الصفحات عشان ما حدش يقدر يقفلها لهم تحت مسمى انها مزيفه. فيجب تامين الصفحات دي كويس. الحاجه الثانيه، في اجراءات موجوده على كل المنصات تقريبا بتتيح لاي شخص انه يعمل بلاغ، ولكن هنرجع لنقطه قله خبره المواطن. استاذ وليد، لانه ليه؟ انا كان ليا تجربه شخصيه مع فيسبوك في مساله الريبورت، لانه كان في اكونت مزيف باسمي، يعني ده امر شخصي مش بتكلم، بس انا بضرب مثل يعني. ولما بدات ان انا يعني امشي مع الاجراءات الموجوده ما وصلتش وما عرفتش اعمل حاجه، فعملت نشرت منشور على صفحتي انه يا جماعه انا ماليش اي علاقه بالاكونت ده، لانه انا شكيت فيه، يعني لانه بدا الكونتنت او المضمون بتاعه مضمون مش اعتيادي يعني. طبعا اللي حضرتك بتقوليه ده وارد انه بيحصل، ولكن برضه بيرجعنا لنقطه ان حضرتك ما عندكيش الخلفيه الكافيه انك تختاري النوعيه السليمه من الابلاغ اللي تحقق الغرض اللي حضرتك عايزاه. كنت كلمتيني ان شاء الله. فهي القصه في ايه؟ ان مثلا على سبيل المثال حساب مزيف ليه خطوات معينه، غير حساب بينشر صور لحضرتك، غير حساب بينتحل صفه حضرتك. كل حاجه وليها مدخل، زي بالظبط ما في قضيه والمحامي بيقدر يوصل للحاجه اللي حقق بيها الهدف اللي طالبه موكله. فمن الخطوات كتيره جدا على منصات التواصل الاجتماعي اللي بتقدري تعملي بيها بلاغ. فساعات ممكن حضرتك تعملي بلاغ ان ده حساب زائف وده مش الحل، لا انت بتعملي حساب ان ده بينتحل صفه حسابي، ساعتها يتقفل في ساعتها، ما بيكملش نص ساعه. فهي مساله برضه في الاخر بنرجع للتوعيه. عايز اقول حاجه اخيره، ان مواقع التواصل الاجتماعي احنا ما قريناش المشهد كويس في 2011، ولما حصل وتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي بشكل عمل مشاكل كتيره والربيع العربي والكلام ده كله، في دول ما قريتش المشهد جيدا، انها تعظم دور الاستفاده، انها توعي المواطن. واعتقد ان في الوقت الحالي كم الادوات اللي بقت موجوده من ادوبي فوكو اللي بيغير الصوت، من الديب فيكس اللي بتستحدث فيديوهات من العدم، الادوات بقت كتيره جدا جدا، وقصه الشائعات دي عايزين نتكلم بقى عن الموضوع ده شويه استاذ وليد، لانه الناس بتصدق اي ماده مصوره امامها سواء كان صوره او فيديو، ده بيصدقوا الكونتنت المكتوب كمان. يعني ده انا لو كتبت حاجه دلوقتي مش انا، يعني مش تكست على صوره بس عليها اسم جريده، ده دي منتشرة جدا جدا. وحتى لو ما عليهاش اسم جريدة، احنا واصلين لمرحلة الحقيقة من الطيبة، طيبة الشعب المصري وفطرته الطيبة انه بيصدق اي حاجة قدامه، لكن بالذات لو هو بيخاطب مثلا الشباب، الشباب يبقى عنده قدر من التشكك شوية، بس هو حط له صورة او فيديو، فاحنا حضرتك بتقول انه لا، ده حتى الفيديو انا ممكن اخلق فيديو من العدم، ده ممكن افبرك واصوره. اعتقد انه المخرج تامر الخشاب اللي كان ليه مداخله مهمه في مؤتمر الشباب الاخير، وهو زميلنا بيعمل برنامج في شينك بيتذاع على اكسترا نيوز، هو بيبين كمان الحاجات دي بشكل عملي يعني قدام الناس. لكن مهم الناس اللي بتتفرج علينا كمان تكون فاهمه انه ده بسهوله بيتم يا استاذ وليد، يعني بسهوله. بصي حضرتك، هو بسهوله لاي شخصيه عامه، اي شخصيه ليها مجموعه من الصور على الانترنت، حضرتك بتاخديها وبتدخلي الصور دي من اكتر من زاويه على ابلكيشن، الابلكيشن ده موجود ومتاح وفري. الابلكيشن ده من خلال فيديو انا عايز احط حضرتك في الكادر بتاع الفيديو ده، بقول له دي صور الشخصيه اللي انا عايزها في الفيديو. فيبتدي ياخد الصور دي ويعمل لها حاجه اسمها معالجه او ريندرنج او بروسيسنج، ويتبقى حضرتك اللي موجوده بشكلك في الفيديو. مش بس كده، ده كمان بياخد نبره الصوت بتاعه حضرتك من اي لقاء موجود، ويقدر يحطها كمان على الفيديو ويخلي حضرتك تقولي كلام بصوتك بحركات الشفايف. يعني كان حضرتك بيفكر في ايه؟ يعني اللي اخترع البرنامج ده، لا انا هقول لحضرتك على حاجه، كان عايز ايه يعني؟ كان هدفه ايه؟ هو طبعا انا ما اعرفش لغايه دلوقتي اللي عمل الديب فيكس ده كان هدفه من القصه دي ايه، ولكن علشان الكلام ده بيحتاج اجهزه قويه جدا ومعالجات وبروسيسورز عاليه، الصين عملت حاجه لطيفه، في تطبيق صيني، التطبيق ده هم حاطين الابلكيشن ده على الكلاود، حضرتك اديله بس الصور واختاري اللي انت عايزاه، وهو بينفذ لك الكلام ده على الكلاود ويدي لك النتيجه في شكل ملف. يعني مش هتتعبي نفسك حتى وتجيبي الكمبيوتر وتقعدي تعملي معالجه لفترات طويله عشان تطلعيه بدقه عاليه. الكلاود اللي هو اي كلاود؟ لا مش اي كلاود، كلاود زي الاي كلاود، بس هو كلاود يعني مكان في الانترنت عليه الابلكيشن وعليه الكمبيوترز اللي بتقوم بعمليه المعالجه، بس حضرتك بتدي له الصور وتطلبي منه الخطوات اللي ينفذها، وبينفذها ويدي لحضرتك النتيجه في شكل فيديو جاهز هاي ديفينيشن. طب الكلام ده بيتكلف قد ايه؟ علشان برضو في ناس بتقول، ما هو انتوا بتقولوا انه الناس دي ما معهاش فلوس، وما هل الحاجات دي مكلفه جدا؟ جدا، فري. فري مكلفه جدا، فري.
الادوات دي كلها فري، اي حد ممكن يستخدمها. بخلاف طبعا في حاجه تانية اسمها ادوبي فوكو، ده حاجه من الحاجات اللي موجوده. ده اصلا بقى ليه هدف، ان حضرتك الناس اللي بتعمل فويس اوفر او تعليق على بعض الحاجات، فلما حد بيسجل مقطع وعايز يعدل فيه كان بيجيبوا الشخص تاني يعمله. البرنامج ده بيتيح للشخص اللي معاه الملف الصوت بتاع الراجل اللي اتكلم انه يحوله لتكست ويكتب الكلام اللي هو عايزه على الكيبورد ويضيفه على ملف الصوت. فالبرنامج بنفس نبرة الصوت هو بيعمل الوقفات والبدايات والنهايات بنفس نبرة الصوت. يعني أنا مثلا لو عايزة أزيف خطاب لأحد الزعماء أو القادة أو الرؤساء أجيب الكلام وأحط على لسان موجودة يا فندم، عاملينها لأوباما بالأدوبي فوكو وعاملينها له بالديب فيكس. على سبيل المثال هقول لحضرتك على واقع حقيقية. أحد الأشخاص المشهورة في أمريكا كان ليه فيديو مزيف منتشر على الفيسبوك، فبعته للفيسبوك زي ما حضرتك كنت بتذكري منذ قليل إن هما الفيديو ده مزيف. الفيسبوك قال لهم لا الفيديو حقيقي ومش هحذفه. فعملوا إيه بقى عشان يردوا على الكلام ده؟ جابوا مارك زوكربيرج وعملوا له ديب فيكس إن هو بيقول يا جماعة إزاي تسمحوا لواحد يتحكم في حياتكم ويجمع معلوماتكم ويستغل بياناتكم إن يبيعها لناس في مقابل أغراض إعلانية بصوته بشكله بحركة شفايفه. طبعا هو عمره ما هيقول الكلام ده. فده كان رد بصراحة يعني مفحم بالظبط عليهم وعلى الموضوع بقى كتير، مع إن في أدوات طبعا كل حاجة وليها الأنتي بتاعها أو ليها اللي بيكشفها، لكن الديب فيكس تحديدا من أصعب الحاجات اللي ممكن حد يقدر يكتشفها. وده اللي دعا شركة أدوبي زي ما الناس كل حاجة بتقول إيه أصدق فوتوشوب. فشركة أدوبي حاليا بتعمل ريسيرشز وأبحاث إنها عايزة تعمل أداة للتعرف على الصور المزيفة، لأن ده بقى كمان بيؤرق الدول الأوروبية والأجنبية والأمريكية، مش عندنا إحنا بس. يعني مشكلة الشائعات ولا أخبار المزيفة مش عندنا بس. منصة الفيسبوك من سنتين كانت أطلقت بعض الأخبار إن هي هتخلي في نوع من أنواع الريبورترز أو أشخاص معينة هي بتثق فيهم من خلال بعض الإجراءات. الأشخاص دي لما تقول إن الخبر ده حصل وهي اللي تنقله يبقى الكلام ده سليم وتمام، وبناء عليه الشخص ده حسابه يبقى عليه إعلانات ويقدر يكسب من وراه. غير كده الناس التانية ما يتنقلش من عندها أخبار، ومعرفش ليه البروجيكت ده وقف ومحدش اتكلم عليه بعد كده. فيبدو والله أعلم ده بيديني أو بيأكد عندي شعور إن منصات التواصل الاجتماعي ساعات في بعض الأحوال بيبقى ليها أهداف بتخدم أغراض أخرى. وحط حضرتك تحت أغراض أخرى دي حاجات كتيرة جدا جدا، لأن بي بي سي نفسها أعلنت من يومين إن في حسابات كتيرة مزيفة على تويتر لم يتم إغلاقها، إن في أكتر من 390 ألف تغريدة عارفين إن هم بتوع داعش وعارفين الأكاونت دي بتاع داعش ولم يتم إغلاق الحسابات دي عند تويتر. فلو هم عارفين دول داعش وما قفلوهاش فدي مشكلة، ولو هم مش عارفين دي مشكلة أكبر. فبالتالي ما ينفعش إن اللي بيحصل ده. أنا ده يخليني أروح للنقطة اللي أنا كنت عايز أسأل حضرتك فيها، وهي إيه هو حدود المحاسبة على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني مثلا التويتات أو البوست، يعني أيا كان بقى المنصة اللي بنتكلم عليها تويتر أو إنستجرام أو عفوا أو فيسبوك، الخطابات أو نوعية مضمون الكلام اللي بيكون فيه تحريض أو بيكون فيه خلينا أقول إيه خطاب كراهية، خطاب ازدراء، دي الحاجات اللي ممكن يعني نقدر أصل الشائعة التزييف ما مش هتعرف تثبته، لكن أنا بتكلم عن خطاب كراهية أو خطاب تحريض، تحريض على اعتداء أو قتل أو تدمير أو غيره. ايه الحد او ايه خلينا اقول النطاق اللي على مواقع التواصل الاجتماعي بيخلي الحساب ده يقع تحت طائلة المحاسبة، ولا مفيش حدود اصلا؟ يعني مفيش حد هيتحاسب ايا كان اللي بيتم، مواقع التواصل الاجتماعي لا تحاسب احد ولا تغلق حسابات؟ لا، هي في رولز وفي قواعد. انا بتكلم في الاجزاء دي، يعني في النوعيه دي من الخطابات. النوعيه دي محدده في الشروط اللي موجوده على اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي، ان اي حاجه من الحاجات دي حضرتك لو تم الابلاغ عنها بيتم حذفها وتحذير الحساب بطريقه الريبورت المعروفه بالزبط. اللي بتبقى ليها اجراءات، ولو اتكررت اكتر من مرتين او ثلاثه بيوقفوا له الحساب ويعطلوه شويه وبعد كده بيتم ايقاف الحساب بشكل. بس يا استاذ وليد، يعني حضرتك بتقول انه انا لو ما بلغتش هيفضل الاكونت زي ما هو؟ ده حقيقي، ده حقيقي. الله، يعني انا هو يعني هيعرف هو لن منين؟ يغلق من تلقاء نفسه. هو هيعرف منين؟ هو بيعتمد على ان حضرتك بلغت ان ده خطاب كراهيه او ان ده كده بيقل تحريض بيحرض حد على حد او بيعرض حد لشتائم او هو مش هيقدر مش هيتابع الناس كلها. ولو ان المفروض يبقى في اليه يعني تحد من اللي بيحصل ده، وخاصه زي ما قلت لحضرتك ده مش بيمثل خطر على الدوله المصريه فقط، ده بيمثل خطر حتى على المنصات نفسها، لان ده هيؤدي الى الناس هتبتدي تنفر من المنصات دي من كثره المشاكل. ونفسي يبقى في ضوابط عند الشركه اللي هي صاحبه الفيسبوك تويتر انستجرام وات ايفر ايه المنصه، ان الضوابط دي تبقى اكثر
صرامة وفي نفس الوقت آليات تحد من الموضوع ده، ولكن هم معتمدين على فكرة الريبورت، محدش بلغ ما بيحصلش حاجة، وعلى شرط إن في بعض الناس بتبلغ وهو يقول ما فيهاش حاجة. مش يعني مش 100%، لأن إحنا في الآخر برضو في نقطة مهمة أنا عايز أوضحها للسادة المشاهدين ولحضرتك، إحنا بنلعب على أرضهم، يعني إحنا بنلعب على أرضهم بقواعدهم. حضرتك النهاردة البنت اللي عندها 13 سنة هناك غير البنت اللي عندها 18 سنة عندنا. إحنا 18 سنة عندنا ما تقدرش تعمل اللي بتعمله عندها 13 سنة هناك. بالنسبة لهم ده عادي، بالنسبة لنا إحنا مش عادي. فأني قواعد اللي بتحكمنا؟ اللي يمشي مع مجتمعاتنا مجتمع ليه ولا اللي يمشي الأطر بتاعته؟ اللي يمشي مع سيستم المنصة، سيستم المنصة بيمشي على إيه؟ على الأنظمة بتاعتهم، مش الأنظمة بتاعتنا. بتهيألي عملت مواقع خاصة بيها وعملت منصات خاصة بيها علشان تبقى متمشية مع الثقافة. وكمثال لو حضرتك واحدة من الأشخاص تليفونها اتسرق أو اتسرق من عليه فيديو واتحط على الإنترنت وهي لابسة ملابس بيت عادية، ده بالنسبة لنا في مصر كارثة كبيرة طبعا. لو حد عمل ريبورت على الفيديو لا الفيسبوك هيشيله ولا انستجرام ولا تويتر ولا أي حد، لأنه شاف إنه فيديو عادي جدا ما فيهوش أي نوع من أنواع الإباحية. فالقواعد بتختلف بالنسبة لنا عن المنصات اللي هم بيستخدموها. طيب خليني بقى أتكلم مع حضرتك على نقطة تانية وهي ليها علاقة بالمنصات أو التطبيقات اللي بتتيح انه فعلا يكون هناك او ان تستخدم هذه المنصات كوسيله للحديث او خلينا نقول ارتباط الجماعات الارهابيه بعضها البعض، التواصل ده دي ثبتت في كل تقريبا كل العمليات الارهابيه اللي تمت في اوروبا نفسها، وبالتالي وباعترافاتهم وكان في دعوات كثيره جدا انه يغلق تطبيق تليجرام بالذات، هذا التطبيق المشفر، ومفيش أي استجابة ومفيش أي رد فعل، وكأنه يعني هذا الأمر لا يؤرقهم أو يعني وكأنه هو يراد من تركه أمر آخر. هنا بقى التصرف بيبقى إزاي مع هذا النوع من التهديدات؟ في البداية في مصر تحديدا حصل تجربة أنا شايف أنها لطيفة جدا، حصلت على برنامج تواصل آخر اسمه سكايب. تم غلق البورتس أو المنافذ أو عشان أبسط رسالة المشاهدين آلية الاتصال من تليفون لتليفون اتقفلت، الا اذا كنت حضرتك بتستخدمي دي اس ال في البيت وداخله على الواي فاي وبتستخدمي السكاي، من خلال ان هم قفلوا البورتس اللي بتستخدم في الفويس. عندنا في مصر في الاليات المتاحه اللي تمنع استخدام برامج التواصل من خلال الموبايل، يعني حضرتك اما تيجي تعملي تفتحي التليجرام او تفتحي السكايب او تفتحي الماسنجر او اي حاجه من الحاجات دهيت، في طريقتين، في طريقه انا داخل داتا من على الموبايل داتا كونكشن، وفي فرق ان انا داخل من على واي فاي في البيت. اتقفلت على السكايب على الداتا لكن مفتوحه على الدي اس ال او الانترنت اللي هي المنزليه لو دخلت واي فاي. لو التجربه دي اتعممت على التطبيقات الاخرى هتحد كتير جدا، لان معظم تواصل الاشخاص دي بيبقى من خلال موبايل لموبايل مش من بيت لبيت، فمش هيعرف يعمل، هنحد مش هنمنع ولكن هنحد. وكمان لو القصه دي اتقفلت من على البروفايدرز بتوع خدمات المحمول الاربعه اللي موجوده في مصر، بالتالي انا مش هقدر استخدمها غير من خلال الانترنت المنزلي. ففي الحاله دي انا منعت التواصل ما بينهم، بس في نفس الوقت سمحت للبرامج دي انا كمواطن طبيعي عايز اعمل مداخله على قناه من خلال سكايب اقدر اعملها من البيت، لكن مش هقدر اعملها من الشارع من السكايب. فانا كده احددت من الموضوع مع تفعيل قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات اللي هو من 2018 14/8/2018 رقمه 175 على 2018. ده صدر واتصدى عليه من فخامه رئيس الدوله المصريه، وكان من المفترض صدور اللائحه التنفيذيه بعدها بثلاث شهور، وللاسف قالنا سنه وشهر لم تصدر اللائحه التنفيذيه بعد، وانا مش عارف هو يعني ليه ما طلعتش لغايه دلوقتي على الرغم من الكثير من المطالبات اللي انا قلتها في كل مكان فين اللائحه التنفيذيه، واعتقد ده وقتها المناسب لازم تطلع فيه. مع في قانون تاني حريه تداول المعلومات المفروض ده يطلع عشان يتيح للساده الصحفيين والساده الاعلاميين الوصول لحقيقه المعلومه، عشان يبقى في سرعه للرد على الشائعات والاكاذيب، لان غياب الرد لفتره طويله خلاص الشائعه انتشرت ما بنعرفش بعد كده حتى لو كذبناها نحد من انتشارها. مع كمان محاسبه المسؤولين اللي بتبقى مش المسؤولين الصحفيين او الاشخاص اللي بتطلع بفرقعه اعلاميه هدفه سرعه نشر الخبر قبل التحقق من دقه الخبر، الناس دي وبتبقى مؤسسات كبيره. مع ثقافه امن المعلومات يبقى في منبر لامن المعلومات الناس تعرف الخدع الجديده وايه الطرق اللي تقدر يعني تكتشفها، حتى مش مهم انه يعمل بايديه الاداه دي ويعرف الفيديو ده مفبرك ولا لا. في فرق ان حضرتك لما تشوفي فيديو هتقولي لازم هيبقى حقيقي، لكن لما ادي لحضرتك المعلومه انه ممكن يبقى مفبرك لما تشوفيه هتقولي ايه اللي يمنع ما هو بيتفبرك.
حتى لو كان حقيقي ومش متفبرك، بقى عندك المعلومه اللي ما تخليكيش تصدقي. اه الشك اصبح موجود بالزبط. في المضمون، وده شيء ايجابي لانه ما ينفعش اخد اي حاجه زي ما بيقولوا الاجانب فور جرانتد، او يعني كانها امر يعني لا شك فيه. وهنا الثقافه بقى، ثقافه التكنولوجيا لدى المواطن، الى اي مدى بقى احنا يعني احنا في اي مرحله؟ يعني هل حضرتك شايف انه مازال احنا يعني قدامنا شوط كبير في مساله ان المستخدمين، القاعده الاكبر المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي لسه بحاجه قدامهم شوط كبير في مساله الثقافه التكنولوجيه، ولا احنا يعني في الفتره الاخيره قطعنا برضو شوط معقول في الموضوع ده؟ بص حضرتك، المصريين بطبعهم شاطرين، يعني ما فيش حاجه مستنيين حد يعلمها لهم، ولكن هم بيتعلموا زي ما قلت لحضرتك بتجربه الصواب والخطا. انا هجرب، جت تمام معايا يبقى كده صح، الدنيا ما ظبطتش اجرب طريقه تانية. فعشان نوفر المجهود ده، لان الخطا في الحاجات دي يؤدي الى كوارث، فيجب ان انا ابتدي اشتغل على المدارس. ومفيش حاجه اسمها دول كي جي 1. انا اعرف اطفال عندها 3 سنين بتستخدم الاجهزه الالكترونيه احسن من اهاليها اللي عندها 30 و40 سنه. فبالتالي لازم كل على مستواه اعمم فكره استخدام التكنولوجيا، اعمم فكره التوعيه. مفيش حاجه في الدنيا هتحد من الشائعات وتمنعها، مش هتمنعها 100%، هتحد بنسبه كبيره منها غير التوعيه. لان مهما استخدمنا اجهزه، ومهما قفلنا مواقع، ومهما عملنا بادوات، التكنولوجيا زي القط والفار. هعمل حاجه جديده هيطلع اداه تكشفها، هعمل حاجه جديده اضعف حلقه في امن المعلومات، واضعف حلقه استغلال هي البشر. اسهل من ان استغل كمبيوتر استغل بني ادم. بخلاف ان في علم اسمه هندسه اجتماعيه، اسسه واحد اسمه كيفن، بيشتغل على ايه؟ تغيير مفاهيم وقناعات الشعوب باستغلال الدين، الثقافه، العادات، التقاليد، لجعل الشعوب تقبل محتوى كان غير مقبول لديها. يعني انا في موضوع الشعب مش قابله، اديهولها في شكل حاجه لطيفه. طب ده علشان تقبله. تطبيقه ايه على الحرب الالكترونيه اللي بنتعرض ليها دلوقتي على السوشيال ميديا من الاذرع الالكترونيه الخاصه بتنظيم الاخوان؟ تطبيقه ان انا ابتدي اجمل حقائق واجمل حاجات ما كانتش مقبوله. وهقول لحضرتك على تجارب شخصيه انا بجربها مع يعني الطلبه او الشباب الصغير لما بقى في محاضره. فبسالهم بقول له انا عايز اعرف رايك، يا وحلو يا وحش يا عادي في دوله اسرائيل. يقول لي طب من انهي زاويه؟ اقول له لا انا عايز في المجمل. الغالبيه العظمى للشباب بيقول كويسه، ما بيقولش عاديه وما بيقولش وحشه. ليه؟ اتبنى عنده من خلال السوشيال ميديا ان هم ناس متطورين تكنولوجيا، اتبنى عنده ان هم في بعض الحالات ان هم بيساعدوا الجرحى في سوريا، اتبنى عنده ان هم ان هم ان هم. لما نفس السؤال ده بساله الفئه عمريه فوق ال 30 او ال 35 سنه بيكون الرد لا دي وحشه، لان هو ما بيصدقش برضو السوشيال ميديا بنسبه كبيره. فهي دي الفكره، هم بنوا عند الناس دي قناعات. زي هقول لحضرتك على حاجه تانية لطيفه جدا، البنطلونات والحاجات المتقطعه زمان كان انطباع الواحد عنها لما بيشوف حد لابسها ان ده حد محتاج مساعده، دلوقتي بقى الانطباع لا ده حد معاه فلوس على الموضه، وكل ما هو متقطع اكتر يبقى ده راجل على الموضه اكتر، يبقى دافع فلوس اكتر. ده تغيير للمفاهيم، حاجات كتير من هذا القبيل، التحريف في الحاجات الدينيه، التحريف في الانجازات اللي بتحصل. علشان ابتدي اصدر لحضرتك معلومات خاطئه من خلال اخش لك من ناحيه دين، من ناحيه رياضه، استغل الحاجات اللي الناس بتحبها والناس مقتنعه بيها، وابتدي اهد فيها واحده واحده. فكده انا باهل الشعب للحاجات اللي انا هعملها بعد كده، فهو مش هيعارضني. ليه؟ انا خلاص زي ما بيقولوا كده جهزت الدنيا، فرشت الفرشه بتاعه الموضوع اللي خليته مؤهل نفسيا او في الـ في الـ في, الـ في يعني في السب كونشس، في ان هو يعني في اللاوعي ان هو خلاص قابل الكلام ده. دي فكره الهندسه الاجتماعيه، استغلال الناس، جمع معلومات الناس من على السوشيال ميديا بمحض ارادتها، استغلال ثقافتها، دينها، كل الكلام ده. وهنا هي المشكله كمان فهم طبيعه الشعب المصري، انه هو وده اللي كان سياده الرئيس دايما بيقوله، انه انا مش خايف عليكم من اعداء الخارج لكن اعداء الداخل، لانه من يستخدموا او من يقوموا بهذه العمليات هم ناس مصريين مستخدمين، وحتى لو من الخارج لكن في منهم كمان مصريين بيتم الدفع ليهم، هم ماجورين يعني بياخدوا فلوس مقابل يعني استخدام هذه التكنولوجيا للقيام بهذه الاهداف. هو فاهم طبيعه الشعب المصري، يلعب على اي وتر، يلعب على وتر الدين، يلعب على الوتر الاجتماعي، يلعب على وتر، يستخدم الكوميديا، يستخدم الفكاهه علشان يعني يوصل لمبتغاه وللهدف اللي هو عايز يوصله.
هي انا يعني بشكرك جدا استاذ وليد، واعتقد انه يمكن من خلال هذه التغطيه وعينا شويه او خلينا الناس على قدر من المعرفه، لكن احنا محتاجين نفضل باستمرار نكلم الناس ونعرفهم طبيعه اللي بيتم، لانه ما يصدر لنا او ما نراه هو شيء، لكن ما يحدث او يحضر خلفه هو شيء اخر وهو الاكبر. في حاجه مصيبه كبيره برضو عايز انوه عليها للناس، في برامج بقت متاحه كتير جدا باسامي مختلفه على التطبيقات، عايز تبقى مذيع اطلع اتكلم وخد 10 دولار مش عارف في الساعه و100 دولار في الشهر لو عملت 10 ساعات، واطلع اتكلم في اي موضوع لرجاله وستات وبنات وباعمار كتيره جدا. الحاجات دي بيبقى في منها مين اللي بيدفع؟ يعني انا النهارده بطلع اعمل لايف اتكلم على صحيح. اي موضوع تافه اللي بيدفع لي ده حاجه اسمها الوكيل بتاعي. الوكيل بتاعك ده بيبقى فين يا استاذ العزيز؟ انا ما اعرفش. بره مصر. بره مصر بيحول لي الفلوس بويسترن يونيون على الحساب بتاعي 10 دولار و100 دولار عشان اطلع اتكلم في حاجات تافهه، وبيحصل على الحاجات دي حاجات منافيه للاخلاق. مع الوقت بيستغلوا الناس دي رجاله وستات، مش بتكلم على ستات بس وشباب صغير، حاجات منافيه للاخلاق تحت مسمى عايز تبقى مذيع تعالى وخد فلوس. طب انت ما فكرتش النهارده وانت بتطلع تعمل الكلام ده أنا اللي بيدفع لي ده فلوس وبيدفع لي ليه وبيكسب ايه من ورايا مقابل ايه؟ ده كتير قوي بقى على التطبيقات والحاجات دي، فبناخدش الموضوع الفري دايما او ان انا استغل حاجه ببلاش، يا انا السلعه بدل ما فيش فلوس بدفعها بقى انا السلعه. الحاجه الثانيه لما الاقي حد بيدفع لي فلوس في حاجه من وجهه نظري ما بتقدمش حاجه ليه انه يكسب من وراها، طب بيدفع ليه؟ لازم اسال نفسي. الناس ما بتسالش، هو هدفه انا باخد فلوس مش لاقي شغل فباخد فلوس. اعتقد انه يعني لازم الناس تراجع استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي وللتكنولوجيا بالذات الفتره دي، لانه الاخطار بقت كثيره جدا مش بس على الوطن، على اي انسان بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. وان شاء الله يعني يكون لدينا القدره على التفريق دايما بين الحق والباطل وبين الجيد وغير الجيد. مشكوره جزيلا استاذ وليد حجاج خبير امن المعلومات، شكرا لكل المعلومات اللي حضرتك افدتنا بيها، وان شاء الله نكون دايما يعني قادرين على توعية المواطن المصري. بشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام بشكر حضراتكم على المتابعة، طبعا التغطية مستمرة عبر أكسترا نيوز، ودايما هنكون على مدار الساعة مع حضراتكم أول بأول في كل الأحداث والتطورات على كل المستويات، وكل ما يردنا هيكونوا حضراتكم أول من يتابعه وأول من يعرفه. تحياتي مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.